سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم تكون على خير وبخير وتكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. نهار جديد وفيديو جديد كيف ما عودتكم دائما. المهم البنات، اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي سحريه وزوينه بالنسبه للناس اللي عندهم تجاعيد تحت العينين. كاينين بزاف الناس اللي عندهم هذا المشكل، هذا ما بينهم حتى البنات اللي كيكونوا مازالين صغارين ولكن عندهم هذا المشكل ومازال ما كيديروا حتى شي حاجه للوجه ديالهم. يعني ضروري كنصحكم البنات بهاد الوصفه هذه اللي سحريه اللي استعملوها بزاف ديال الناس ولقاو عليها نتيجه. داكشي علاش انا غادي نشاركها معكم. المهم هاد الوصفه هذه فيها جوج مكونات اللي عندنا موجودين في الدار ديالنا. عندنا القهوه، ماشي القهوه السريعه الذوبان ولكن القهوه المطحونه. عندنا معلقه صغيره ديال القهوه. كيف ما كتعرفوا القهوه كتعطي واحد الحيويه زوينه للبشره ديالنا. وعندنا زيت اللوز الحلو، حتى زيت اللوز الحلو زوين على البشره ديالنا وعنده فوائد كثيره. المهم البنات غادي نشرح لكم الطريقه. اول حاجه غادي نشدو واحد المعلقه صغيره ديال القهوه، معلقه صغيره، غادي نديرو 4 المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، 4 غادي نحركوا الخليط ديالنا مزيان بحال هكا بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نديروه فوق البوطه على عافيه مهيله لمده ديال 15 دقيقه، 15 دقيقه كيف ما قلت لكم. ومن بعد غادي نتلاقاو باش غادي نوريكم شنو غنديروا. المهم البنات، بعد ما غلى الخليط ديالي فوق البوطه على عافيه مهيله في باماري مده ديال 15 دقيقه، دابا غادي نصفيوه. ها انتم الشكل ديالو. دابا غادي نديروه في شي قرعه ديال الزاج ونبقاو ندهنو به كل ليله تحت العينين ديالنا. ولكن البنات ضروري ضروري انكم يعني تداوموا على هذا الشيء، راه اي وصفه ضروري المداومه عاد كتشوفي الفرق. الوصفه ديال اليوم نتمنى انكم تجربوها بالنسبه للناس اللي عندهم تجاعيد تحت العينين. ولكن المداومه البنات يعني تبعوها يوميا لمده ديال شهر عاد غادي تشوفوا الفرق ان شاء الله. ضروري كيف ما قلت لكم ديروها في قرعه ديال الزاج وتحتفظوا بها. والمداومه المداومه. المهم البنات، اليوم غادي نخرجكم معايا ان شاء الله، غادي نضربوا واحد الدويره عند مالين التواب، بغيت نشوف شي يوتيوب وغادي تمشيو معايا ان شاء الله. عندي واحد العراضه هاد الشيء هادي. المهم خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا البنات، انا يلا دابا خرجت من الدار غادي ان شاء الله اسفي. المهم بان لي هذا المنظر هذا وانا نصوره.